بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس جمهوريه الصومال الفدراليه الشقيقه بمناسبه ذكرى العيد الوطني لبلاده عبر سموه فيها عن اطيب تهنيه وتمنياته له بموفور الصحه والسعاده وللشعب الصومالي الشقيق المزيد من التطور والنماء. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية